أتحول إلى ضيفي من بيروت سيارة العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات. سيادة العميد خالد، بعدما سمعت من مراسلنا في اليمن على الأرض، كيف ترى التطورات؟ هل الحوثي يتجه إلى الاحتواء أم أنه يعني توجد لديه نية للتصعيد؟ مساء الخير. أهلا بكم. يعني أولا يعني لا يمكن فعلا الحكم على مجريات ما سيجري في البحر الأحمر من خلال طبعا العمليتين المحدودتين، يعني لا ربما محدودتين في الزمن، ولا ندري شيء بعد عن الفعالية التي حققتها هذه العمليات. ليس بالإمكان يعني من الآن الحكم على ما سيتكون عليه الوضع الميداني في البحر الأحمر، ولكن لغاية الآن يظهر أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها مكتفية وأنها حققت يعني ما تريد تحقيقه، وما قالت أنه ربما يعني أقصى 70% من إمكانات الحوثيين على تهديد السفن، في حين أن الحوثيين يصرون أنهم لازالوا قادرين على ضرب يعني السفن التي تتجه إلى إسرائيل أو ربما السفن الأمريكية في المنطقة. أنا أعتقد أنه يعني كل ما جرى لغاية الآن يعني ليس كافيا في الحقيقة لردع الحوثيين، ولا طبعا يظهر يعني عن فعلا جدية أمريكية في مقاربة هذا الموضوع. يعني وإذا عدنا يعني إلى الدعوة الأمريكية لإقامة هذا التحالف البحري، ثم يعني حاولنا ربما تصديق الرواية الأمريكية أن أقصى بليلة واحدة وبضربة واحدة مع بريطانيا 70% من إمكانات الحوثيين، إذن لماذا كل هذا التحالف؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني ربما هناك نوع من 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 تبادل، يعني تبادل التهديد ومحاولة الاستثمار الأمريكي في هذا التهديد. سيادة العميد، هل بناء على ما تفضلت بذكره، قد يكون التصور وفقا لما ذكره بعض أطراف الإدارة الأمريكية بأن الرسالة قد وصلت إلى إيران، فهل بالتالي بهذه العملية النوعية الأربعاء والخميس الماضي الرسالة قد وصلت لإيران وبالتالي لا داعي للتصعيد؟ يعني إذا كنا نريد أن يعني ندخل ما يجري من دبلوماسية تحت الطاولة بين طهران وواشنطن، وهي طبعا عادة أمريكية إيرانية يعني منذ سنوات قائمة، ربما تكون ساعة إذن يعني ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا كافيا، ولكن ساعة إذن يجب يعني عدم الـ يعني الذهاب وراء المواقف الأمريكية. يعني إذا كان يكفي للولايات المتحدة أن تمرر رسالة لطهران ثم تلتزم طهران بعدم التعرض للملاحة في البحر الأحمر، إذا لماذا كل هذا التجيج وكل هذه الدعوة العسكرية وكل هذا يعني الخطاب العالي السقف حول هذا الخطر الكبير الذي يعني يتسبب به الحوثيون؟ يعني أعتقد أنه فعلا يعني الممارسات الأمريكية في المنطقة لا سيما فيما يتعلق بالبحر الأحمر إنما هي نتاج هذه السياسة في التغاطي مع الحوثيين ومع سائر الميليشيات التي سبق أن هددت جنوب المملكة العربية السعودية، وهددت الأمن في البحر الأحمر والصومال، وهددت كذلك يعني مرة أو مرتين الإمارات. طيب، دولة الإمارات. تتوقع يعني متى ستتوقف هذه الهجمات؟ يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تستثمر في هذه الهجمات. يعني هذه الهجمات تسببت في كل هذه العسكرة في البحر الأحمر، هي تتسبب ربما في المستقبل بنوع من التقييدات الأمريكية على حركة مرور السفن، وربما في ذلك يعني تحقق الولايات المتحدة نوع من السيطرة أو نوع من الضبط لهذه الحركة، والتي ستتأثر بها الصين سلبا. يعني أعتقد أن طموحات الولايات المتحدة في المنطقة لطالما بنيت أو تمدد بنيت على هذا النوع من التهديدات التي تستثمر فيها الولايات المتحدة كقوة كبرى دون أن يكون فعلا هناك خطر حقيقي. يعني الولايات المتحدة تستثمر في الفوضى، يعني هذه مقولة الفوضى البناءة التي عممتها الولايات المتحدة منذ سنوات، أعتقد أنها لازالت سارية المفعول يعني حتى في البحر الأحمر. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من بيروت سيادة العميد خالد حمادة، شكرا لوجودك معنا.